وهو يعرف أنه لن يكون هناك مكان في الكيان بمنأى عن صواريخنا ومسيراتنا، وليس قصفا عشوائيا، مش قصف عشوائي، كل صاروخ هدف، كل ضد دروع هدف، كل مسيرة هدف، والدليل الهدهد. هو يعرف أن لدينا بنك أهداف كامل وحقيقي، ولدينا القدرة على الوصول إلى هذه الأهداف، مما يزعزع أسس الكيان. يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب، وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب.